في معلومات أكثر ينضم إلينا هاني نوايا، متخصص ومدرب في مجال الذكاء الصناعي من عزاز. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. اليوم هناك العديد مثل ما شفنا من المحاضرات والورشات للتعريف بالذكاء الصناعي، برأيك ما فائدتها وإمكانية تطبيق هذا الكلام بشكل عملي؟ نعم، يعطيك العافية، شكرا على هاي الاستضافة. طبعا بالنسبة لموضوع موضوع الذكاء الاصطناعي بشكل عام، هو ما هو موضوع أصلا جديد، يعني هو عبارة عن تراكم عدد كبير من السنوات لحد ما وصلنا ل هذه التقنية اللي اليوم كل الناس تقريبا عم تستخدمها. نحن هاي الندوات اللي عم نقوم بتقديمها صراحة، وبعض الزملاء أيضا اللي عم بيحاولوا ينشروا من خلالها هذا المفهوم اللي فعليا يعتبر مفهوم جديد على الساحة، خلينا نقول الطلابية أو حتى ساحة العمل. فهذا المفهوم كتير مهم إنه نحن نحاول ندخله بمعظم أعمالنا الوظيفية، لسبب كتير مهم إنه هو عم يختصر عليك وقت وجهد كبيرين حقيقة. ممكن المهمة اللي كانت تأخذ منك عشرات الساعات، بل ممكن مئات الساعات أيضا، ممكن يوم تختصرها أنت من خلال أحد المواقع اللي بتقدم الخدمة اللي أنت يعني بحاجتها. فهذا صحيح. الموضوع كتير مهم صراحة، يعني مثل ما حكينا كونه المنطقة بشكل عام تحتاج لمثل هذه التقنيات، تحتاج إن إحنا ندخل هذه التقنيات بمعظم مجالاتنا لحتى نقدر فعليا نواكب الشيء اللي الناس عم توصل له يعني اليوم. طيب لما بتعملوا محاضرة من هذه المحاضرات، يعني شو الفوائد اللي بتذكروها غير اختصار الوقت للطلاب؟ وأكيد هذا الموضوع له سلبيات كمان، نحكي عن الإيجابيات والسلبيات لاستخدام الذكاء الصناعي في دراسة الطلاب. نعم، بالنسبة صراحة لموضوع الندوات اللي نحن عم نقوم فيها ويعني أهميتها بالنسبة للطالب الجامعي بالتحديد، فنحن فعليا اليوم بأي تخصص خلينا نقول إنه الذكاء الاصطناعي فعليا دخل بمعظم إن لم نقل كل التخصصات اللي عم يدرسوا فيها الطلاب، سواء طلاب الجامعات أو حتى يعني طلاب بالمرحلة الثانوية. فنحن وقت اللي عم نستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، فبنقدر على سبيل المثال إنه ندخل إلى مواقع بتوفر لنا مراجع بحثية، بدل ما أنا أقوم بهاي المهمة بشكل يدوي وأقوم بمراجعة هذه المراجع بشكل يدوي وتأخذ مني يعني أيام قد تكون وحتى أشهر، فأنا اليوم بدخل على أي موقع من هذه المواقع اللي بيقوم هو بالأصل بهاي المهمة، بيمسح هذه الوثائق وبيمسح هذه المراجع العلمية وبيقوم بإعطاء المراجع المناسبة لإلي كطالب جامعي. يعني هاي طبعا أحد الفوائد. أكيد يعني الذكاء الاصطناعي موضوع سلبياته صراحة يعني موجودة، ما بدنا مثل ما بيقولوا نجمل الموضوع. يعني أحد هذه السلبيات هي موضوع أكيد الغش والخداع. فأنا اليوم كطالب جامعي لما عم بستعين بمثلا شات جي بي تي أو هذه النماذج اللغوية بسموها بشكل كامل بدون ما أنا أتدخل بأي تعديل، بدون ما أنا فعليا إني يعني أعدل بكافة هذه الشيء اللي أنا عم بوصل له، هذا الشيء يعتبر يعني من الغش والخداع صراحة، اللي ممكن ما ينكشف من قبل دكتور الجامعة أو حتى ممكن من قبل الأشخاص المسؤولين عن هذا الأمر. هذا أحد الأمور. أنا بشوف الشيء الأخطر بالنسبة للطالب الجامعي هو تغيير نمط التفكير صراحة. يعني اليوم لما أنت بتعتمد على هذه النماذج اللغوية بحل أي شيء بحياتك، ففعليا يعني ممكن إنه أنت توصل لمرحلة نمط التفكير الكامل يتغير عندك، يصيب الطالب الكسل. نعم. فعلا مجرد الاعتماد بشكل كامل على هذه التطبيقات أو البرامج بيقول لك أنا ليش لحتى تعب حالي وأبحث مثلا أو جيب مراجع، طالما أنا ممكن بجملة واحدة قادر جيب كل اللي بدي إياه. هو فعلا يعني اختصر كتير للطالب، ولكن في أكيد أمور سلبية. لهيك أنت شو أبرز التطبيقات اللي بتنصح باستخدامها من قبل الطلاب فيما يختص أكيد بالذكاء الصناعي؟ نعم، هلا طبعا يعني بالدرجة الأولى خلينا نقول اللي هي النماذج اللغوية بشكل عام اللي هي تشات جي بي تي وبقية النماذج الأخرى. في عندنا نموذج آخر اسمه نموذج كوبايلوت، هذا من شركة مايكروسوفت. في عندنا نموذج الثالث اللي هو نموذج بارد من يعني من جوجل. هاي النماذج الثلاثة صراحة بتساعد الطالب بإنه يعني مثلا على سبيل المثال يفهم المصطلحات المعقدة، يحاول يستخرج أهم النقاط من الأبحاث اللي هو عم يشتغل عليها أو حتى المواد العلمية. يعني مثلا أنا عندي مادة علمية معينة، فأنا بحاجة إني استخرج أو استخلص أهم هذه النقاط الأساسية ضمن هذا المرجع، فبستعين بشات جي بي تي أو عفوا بستعين ب نعم كتلخيص يعني نماذج. نعم كتلخيص وأيضا حتى استخلاص المعلومات المهمة من هذه النماذج. أي بالنسبة لموضوع يعني خلينا نقول النماذج اللغوية المدربة، أيضا بقدر أنا استفيد من
مواقع اخرى قادره على انشاء عروض تقديميه. مثل يعني على سبيل المثال انا عندي ملف معين جهزت رساله بحثيه وحابب اني اعملها كبرزنتيشن يعني او كعرض تقديمي لي لاعرضه على الطلاب لاعرضه على الدكاتره اللي عندي. انا بستخدم موقع مثلا احد مواقع اسمه توم، موقع توم معروف جدا بهذا المجال، وايضا الموقع الافضل منه انا بشوفه هو موقع جاما. ايضا موقع جاما بتقدر انه انت ترفق له ملف معين ويحول لك هذا الملف الى برزنتيشن كامل. حلو. الموقع الثالث اللي حابب اذكره صراحه قبل ما انهي هي الفقره هو موقع يساعد ب يعني معرفه الترابط بين الابحاث العلميه، وهذا كثير مهم لطلاب الدراسات العليا بالذات اللي هم طلاب الماستر والدكتوراه. اسمه موقع ليت مابس. هذا الموقع يعتبر من اهم المواقع صراحه، واللي يعني انا بشوف انه ممكن يختصر عليك اشهر من العمل يعني وليس ايام. حلو كثير. هاني، بحكم احتكاكك مع الطلاب، برايك ما مدى انتشار هذه التطبيقات بينهم؟ وقد ايه قادرين على استخدام هذه التطبيقات ايضا؟ والله بكل امانه يعني انا حسب الشيء اللي شفته بشمال سوريا تقريبا خلينا نقول نسبه جيده جدا من الطلاب اليوم بدات باستعمال هذه التقنيات، وخاصه نحن مثل ما حكينا لما اطلقنا يعني مبادرات او ورشات عمل تطوعيه بحيث انك انت توضح للطلاب الجامعيين مدى اهميه هذه النماذج او هذه التقنيات، فنحن عملناها بعده جامعات بالشمال السوري، فهذا الشيء طبعا يعني ايضا خلينا نقول وضح للناس او عمل سبوت لايتس على هذه المواقع واللي هي بتساعد الطلاب، فهو منتشر، ولكن الشيء المشكله اللي عم تصير انه ما هي مدى الانتشار، هي مدى فهم لكيفيه التعامل مع هذه التقنيات. يعني انا مثلا اليوم بعرف تشات جي بي تي، بس تعال استفيد منه باقصى امكانيه او خلينا نقول نعم، فهذا الشيء صعب بالنسبه للطالب اذا ما كان او ما حضر مثلا كورس معين او ما حضر ورشه تدريبيه متخصصه بعمليه صياغه الاوامر مثلا ضمن التشات جي بي تي حتى انا احصل على الشيء اللي بدي اياه. لانه احيانا يعني احد السلبيات اللي بتقدمها هي النماذج هو المعلومات الخاطئه او المعلومات المضلله، فهذا سببه طبعا يعني واحد من اثنين، يا اما النموذج بحد ذاته عم يعطيك يعني نتائج خاطئه بناء على شيء هو برمجي ضمنه، يا اما انت اصلا ما عم تعرف تصيغ الامر بشكل صحيح، وهذا له اسس يعني علميه لازم انك انت تلم فيها لحتى تقدر انه تحصل على الشيء اللي بدك اياه. صحيح 100%. وهذا بيقودنا للسؤال القادم، انه هل في مواقع معينه مثلا يستطيع الطالب من خلالها انه يخضع لدورات تدريبيه في طريقه استخدام الذكاء الصناعي؟ اكيد طبعا اليوم يعني خلينا نقول معظم المنصات التدريبيه العالميه عم تقدم كورسات ب يعني كيفيه صياغه الاوامر او بسموها البرومبت انجينيرنج او هندسه الاوامر. موقع كورسيرا طبعا يعتبر جدا مشهور. ايضا منصه جوجل بتقدم عدد كبير من الدورات الخاصه ب بسموه جينيريتيف اي اي او الذكاء الاصطناعي التوليدي. فايضا موقع يعني او جوجل بتوفر هذا من خلال المنصه الخاصه فيها الخاصه بالتدريبات ايضا. وعندك موقع يوديمي ايضا بتعرف انه هو يعتبر اشهر موقع لتقديم الدورات التدريبيه المجانيه والمدفوعه، فهذا الموقع ايضا يحتوي على عدد من الدورات. وطبعا اكيد اليوتيوب اليوم مليء يعني بهذا الامر، يعني حتى انا على مثلا عندي قناه على اليوتيوب بحاول كل فتره اني انشر فيديو بيشرح عن اداه معينه ضمن الذكاء الاصطناعي، هذا الشيء طبعا كثير مهم اذا حابين بس باللغه العربيه انه يطلعوا عليه الطلاب او حتى المهتمين بشكل عام بهذه التقنيه. أكيد. يعني هو مثل ما ذكرت يعني آلية استخدام الذكاء الصناعي هي الأهم، لأنه كتير كثرت بصراحة التطبيقات والأدوات بشكل عام. من يجب أيضا أن يستخدم الذكاء الصناعي غير الطلاب؟ كل الناس حقيقة. يعني نحن أنا مرة سألت سؤال بأحد الندوات إنه شو هي المجالات اللي دخل عليها الذكاء الصناعي، فأنا قلت له لا، السؤال الأفضل إنه ما هي المجالات التي لم يدخل إليها. نعم. فنحن اليوم حقيقة يعني سواء كنت أنت موظف بمنظمة بمؤسسة بشركة معينة أكيد عم تشتغل مثلا على برنامج الإكسل، طيب تعال أنا أستفيد مثلا من المواقع الذكاء الاصطناعي بعملية تحليل البيانات، أنا بدل ما تأخذ مني العملية مثلا يومين أو ثلاثة بتأخذ مني صارت دقيقتين يعني. فأكيد المؤسسات كلها بتحتاج هذا الأمر، طبعا مؤسسات بمختلف تخصصاتها أو مختلف توجهاتها. يعني بصراحة أنا بشوف أنه الذكاء الاصطناعي اليوم شيء أساسي، ويعني كل يوم عم يتطور أكثر من اليوم اللي قبله. صحيح. فنحن لازم نواكب هذا التطور. أكيد نواكب هذا التطور. نعم. ونقطة مهمة كتير أن اليوم يعني لو سألني اليوم هيك عملنا استطلاع أنه قديش عنا عدد تطبيقات ذكاء اصطناعي، فقد لا تتخيل الرقم. أنت اليوم عندك أكثر من 10,000 تطبيق خاص بالذكاء الاصطناعي، يعني تشات جي بي تي هو واحد من هذه التطبيقات، فلك أن تتخيل يعني مدى التطور اللي حصل في هذا الأمر. صحيح.
نتشكرك، شكرا لك على هذه المعلومات، نتمنى لكم أكيد كل التوفيق. هاني نوايا متخصص ومدرب في مجال الذكاء الصناعي، كنت معنا من إعزاز. نهارك سعيد، شكرا لك. شكرا لك.